الدلال وصروح العلم عن شبيبة الأبرار ابن الكتائب والفهود والصقور وباني الدولة بسواعد الأحرار. ومع كلمة الثورة وشرف الانتماء، مع كلمة الشهداء والوطن والأرض والعزة والمستقبل، مع كلمة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، فليتفضل الأخ أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري للحركة. في الذكرى 49 لانطلاقة ثورتنا الفلسطينية المعاصرة، ذكرى انطلاقة المارد الفتحاوي، هذا الاحتفال الذي نحييه اليوم على شرف تحرير الأسرى في الدفعة الثالثة، والتي نأمل ونتمنى أن تتم أيضا الدفعة الرابعة في نهاية شهر آذار من هذا العام، كمقدمة لإطلاق سراح كل الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال. هذا عهد وقسم عهد الأخ الرئيس أبو مازن نفسه، وعهدت القيادة الفلسطينية شعبها أن توفي به ليكون بيننا في أقرب وقت ممكن كل الأسرى الأبطال والقادة، وفي مقدمتهم زميلنا وصديقنا الأخ القائد مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. في هذا اليوم ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية، ذكرى انطلاقة حركة فتح، نوجه رسالة إلى كل هذا العالم، إلى أمريكا، إلى إسرائيل، إلى كل من له صلة بقضيتنا الفلسطينية، أن شعبنا ثابت وسيبقى متمسك بثورته، لن يرضى بأقل من دولة فلسطينية كاملة السيادة على أراضي 67، لن يرضى بأقل من القدس عاصمة أبدية لفلسطين، لن يرضى أن يكون أي مستوطن أو جندي إسرائيلي ما بين حدود 67 وحتى نهر الأردن، لن يقبل إلا أن يفرج عن جميع أسرى دون قيد أو شرط أو تمييز. هذه رسالتنا في فتح، أننا مع الثوابت التي خطها الشهداء والأسرى، وعلى رأسهم سيد الشهداء الأخ القائد رحمه الله السيد الرئيس أبو عمار، فبالتالي أيضا نحتفل اليوم بالإفراج عن الأسير ناصر برهم الذي أمضى أكثر من 20 عاما في سجون الاحتلال، لنؤكد أن أسرانا في قلوبنا في عيوننا لن ننساهم ولن ننساهم للأبد إن شاء الله. نحيي ذكرى 49 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المجيدة، ذكرى المارد الفتحاوي، هذه الحركة العظيمة، هذه الحركة حركة الشهداء والأسرى والجرحى، هذه الحركة المعطاء، حركة البطولات والتضحيات، حركة المشروع الوطني التي نعتز بانتمائنا لها، وإحنا نحيي هذه الذكرى ونعاهد الشهداء دائما أن نستمر بالعطاء والبذل والتضحية على درب الشهداء والأسرى والجرحى، وإن شاء الله أنه سنمضي خلف قيادتنا السياسية متمترسين حول الثوابت الفلسطينية حتى تحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة دولتنا الفلسطينية بعاصمة القدس الشريف إن شاء الله. بهني أسرانا بمناسبة الذكرى 49 انطلاقة الثورة، بهني الأسرى الذين تحرروا، وبتمنى الحرية لكل المعتقلين، خاصة أننا ننتظر الدفعة الرابعة من المعتقلين التي كما أكد الرئيس أبو مازن ستتم في موعدها إن شاء الله في شهر آذار القادم، ونتطلع إلى كل الأسرى داخل سجون الاحتلال. أتمنى أن يكون هذا العام هو عام الحرية، عام إنهاء المعاناة، عام زوال الاحتلال. يا ميزانو يا ميزانو يا